عايشين مش خايفين رغم الأخطار اللي شافوها مش قادر عادل أخذ قرار دايما دول مش المشوار في السكة حفر أو أحجار قتلتهم لكن هزموها صدق إن الراعي لخرف في حظاير تانية كتير صدق صدق من برنامج صوت العابرين. والنهاردة بنعمة الرب معانا الجزء الرابع من اختبار أختنا درة السمينة. فعلا أختنا درة المصري, واللي ما تابعش قبل كده أو ما شافش الثلاث أجزاء, الجزء الأول في البرنامج في برنامج صوت العابرين في الحلقة رقم 50, الجزء الثاني في حلقة رقم 51, والجزء الثالث في حلقة رقم 61. وهي النهاردة بنعمة ربنا هتكمل معانا في الجزء الرابع. فخلونا في بداية الحلقة نرحب بأختنا درة المصري. أهلا بيك يا أخت درة. أهلا سلام ونعم أخت نورة. أهلا بيك, ربي يبارك حياتك. أخت درة, ممكن في البداية يعني تصلي من أجل وقت الحلقة ومن أجل البرنامج ومن أجل كل اللي بيشاهدك أن تكون يعني رسالتك وشهادتك ليه رسالة من الرب, عشان هو كمان يبحث ويعرف الحق وتستنير عينيه زي ما حضرتك استنرتي. تفضلي حضرتك. امين في نعمة ربنا يسوع. امين. عايزه النهارده ارفع صلاه باسم يسوع النور. امين. بقول له كده يا رب, بقول له ايها السيد الرب وايها النور العجيب الذي يشرق في القلوب وينور الاذهان والذي لا تدركه ظلمه. اشرق يا رب بنورك العجيب على اولادك, ليك اولاد يا رب اتولدوا في الضلمه, افتقدهم يا رب, افتقدهم يا رب بنورك اللي فيه حياه يا رب زي ما افتقدتني. أنا كنت في الضلمة يا رب, ما كنتش شايفة حاجة, الضلمة موت. وإنت قلت كده يا رب, إنت قلت كده أيها السيد القدوس, لأنك نجيت نفسي من الموت ورجلي من الزلق لكي أسير قدام الله في نور الأحياء. نعم يا رب. آمين. أشكرك رب لأنك إله تسمع وتستجيب, افتقدهم يا رب. يا رب. آمين في اسم يسوع. آمين يا أخت درة. يعني قبل ما نبدأ في الأخت درة, مع الأخت درة في الجزء الرابع, يعني عايزين يعني نشوف تعليقات. يعني مش عايزة يعني أقول كلمات مش كويسة, لكن هي يعني أقل ما يقال عليها, يعني تعليقات سخيفة من شيوخ الإسلام على الفاضل الدكتور مجدي يعقوب. فخلينا كده نشوف الكلمات اللي هم قايلينها. شوف بيقولك إيه. بيقولك الجنة للمسلمين فقط, ولن ينفع مجدي يعقوب أعمال الخير للخروج من الجنة. جنة إيه؟ مين قالك أصلا إن مجدي يعقوب عايز جنتك؟ جنتك دي يدوب على قدك, على قد فكرك. جنتك دي اللي بتخلوا الشباب يموتوا عشان يروحوا فيها إيه؟ فيها الحور العين, أنهار الخمر وأنهار اللبن, فيها الفاكهة اللي انت اللي كتب القرآن او اللي اصدر لكم الفكر ده كان محروم منها, كان محروم من الفاكهة والأعناب خلاها في الجنة, كان عايش في خيمة خلى الجنة قصور, كان يعني مش كان محروم من النساء الجميلات فقال لا هتلاقيهم في الجنة. ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ شوف التاني بيقول لك ايه. بيقول لك لا يقبل الله يوم القيامة العمل الصالح مع المعتقد الفاسد. بيقول لك ايه, بيستند طبعا على آية قرآنية من سورة الفرقان 23, بيقول ايه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا او منثورا. فيعني يعني هو ده القرآن, عشان لما حد يطلع ويقول يا جماعة دوت الناس ديت بتتكلم من ذهنها, الناس دي سلفيين, الناس دي منحرفي الفكر. لا, الراجل اهو عبد الله رشدي مستشهد بآية من القرآن من سورة الفرقان, وقدمنا الى عما عملوا من عمل فجعلناها هباء منثورا. ده مش جايب من عنده. نشوف اللي بعديه. حاتم الحويني, يا شيخ حاتم, ده أبوك بجلالة قدره لسه معتذر ومقدم اعتذار على كل اللي قاله, وكل اللي قاله طلع يعني حاجات يعني ما كانش ليها لازمة. قال أنا غلطان, أنا غلطت يا جماعة في كل الفتاوى وكل الكلام اللي قلته. اتعلم من باباك, خد أبوك قدوة ليك.
بيقول لك صدق وأجاد عبد الله رشدي حين نقل حكم الله في هذا، وهذا لا يختلف عليه مسلم، لأن الأدلة القطعية الثبوت تثبت أن الله حرم الجنة على الكافرين. فلو مات دكتور مجدي يعقوب على كفره بالله لن يدخل الجنة بنص كتاب الله. خلي بالكوا يا مسلمين يلي بتدفعوا، خلي بالكوا بيقول لك إيه بنص كتاب الله. عبد الله رشدي جايب إيه؟ جايب مستشهد بآية من القرآن. وأخيرا عاصم عبد الماجد الإرهابي اللي قتل في الثمانينات حوالي 190 شخص، اللي كان مفروض لو إحنا يعني دولة بيحكمها القانون وليس فكر سلفي إن الشخص ده كان اتعاقب بالقصاص، يعني أكتر من 190 شخص قتلهم مفروض إن ده يجرى له إيه؟ بيقول الملعون مجدي يعقوب كان لا يجري أي جراحات قلب ولا حتى لوز لأن يديه ترتعشان من الشيخوخة. أطباء يهود هم الذين يقومون بالجراحات في مستشفى أسوان، معلومة قالها لي طبيب أسواني ثقة منذ 9 أعوام. إيه الفكر ده؟ إيه الناس دي؟ هو إيه اللي هنا؟ إيه اللي عندكم هنا؟ هل ده عقل إنسان؟ هل فكر إنسان؟ ناس بشر عاديين؟ يعني أنا بجد مش عارفة أقول لكم إيه. ادي دكتور مجدي يعقوب، ادي الانسانيه وادي المحبه. واحد زي دكتور مجدي يعقوب ايه اللي يخليه ينزل وايديه بترتعش ولا مش بترتعش؟ ايه اللي يخليه ينزل يخدم الناس في مصر؟ ايه اللي يخليه يروح ويلم تبرعات عشان يبني مستشفيات واماكن تعالج ناس محتاجه في مصر؟ ايه اللي يخليه ولا بيفرق بين مسيحي ولا مسلم؟ لكن انسانيا وبمحبه، بالمحبه اللي علمها له سيده، بالمحبه اللي اتعلمها من الكتاب المقدس، هو بيقدم الحب ده، هو بيقدم العطاء ده، هو بيبذل نفسه. واحد في مكانته، واحد مكرم من ملكة بريطانيا، واحد عنده إمكانيات يعيش الوقت اللي بقيله. إذا كنت أنت بتعايره بالشيخوخة وبتقول إيديه بترتعش، كان مفروض أنه هو في الوقت ده يكون بيرتاح وبيستمتع بتعب السنين اللي تعبها في الشغل، لكن لا، وبالمكانة بتاعته في بريطانيا، لكن لا، ده جيب كل محبة وتنازل وتواضع زي ما اتعلم من الرب يسوع، ونزل عشان يخدم الناس الفقراء، عشان يداوي قلوب جريحة. انتوا عملتوا ايه؟ انتوا ياما كسرتوا قلوب، انتوا احزنتوا قلوب بالارهاب بتاعكم، انتوا يعني كسرتوا قلب طفل كان محتاج لابوه، كسرتوا قلب ام كانت محتاجة لابنها بالارهاب بتاعكم. فوقوا فوقوا عشان ربنا يرحمكم. انا يعني مش عايزة اخد اكتر من كده من وقت الاخت درة، لكن برحب بك تاني يا اخت درة. اهلا بك يا اخت نوره. الكلام اللي حضرتك قلتيه دوت بخصوص ان المسلم بيشوف ان شخص زي الدكتور مجدي يعقوب هيدخل الجنه النار، ده نص كتابي، وللاسف المسيحيين مش قادرين يفكروا. سوري انا اسف، نص القران هو بيعتبره طبعا ده كلام منزل من الهه، فده بيتنفذ بكل دقه، دي عقليه المسلم. فهو مش وهو بيقول ده إله الاسلام اصلا، هو مش عايز يقول ان مجدي يعقوب او العمل اللي عمله مجدي يعقوب شيء وحش، ولكن هو عايز يثبت ان القران من عند الله ولازم يتنفذ. ما هو التناقض اللي موجود عنده في كتابه مخليه دماغه بتلق في حاجة غلط، بس هو مش قادر يعرف ايه هي. يعني مثلا انا افتكرت دلوقتي آية كنت بتعجبني جدا وانا مسلمة، ايوه، علشان جزء بسيط فيها، وهم مش برضو لانها متناقضة مع آيات تانية ما بيعملوش بيها ابدا، اللي هي سورة النجم 32، الذين يكتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما إن ربك واسع المغفرة. في آخر الآية بيقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بتزكوا أنفسكم ليه؟ بتقولوا مفيش حد غيركم ربنا هيرضى عنه غير المسلمين. ليه شايفين إن رضا ربنا والجنة حكر على اللي المسلم واللي راح حج؟ طيب واحد زي مجدي يعقوب عمل الخير ده كله، انت علشان مش قادر تستوعب هو بيعمل كده ليه، ومش قادر تستوعب ان الهك امر بالجور مش العدل، لانه لو مجدي يعقوب اللي هو عمله دخل النار، يبقى اله الاسلام عادل ولا ظالم؟ فهو مضطر ان هو يقولك ان هو هيدخل الجحيم
لان عنده ايه بتقول ان الغير اللي جاي بغير الاسلام لن يقبل منه، مش هيتقبل منه. بالظبط بالظبط. فهو لازم يثبت لك ان ديانته صح. ايوه. لو قال ان الراجل دوت هيخش الجنه، الاسلام كله هيبقى غلط والقران هيبقى كله غلط. ويا ريت اللي بيعني هو ده اللي يتعارض مع كلامك يا اخت درة يتصل بينا، الارقام موجوده على الشاشه. لا نشكر ربنا في ارقام من مصر. مع كلامي اللي يتعارض مع كلامي كتير النهارده. انت شايفه كده؟ الناس اللي هتتعارض مع كلامي كتير النهارده، لاني انا جايبه لهم ما يثبت من جوه القران ان هو يا ريت محرم. طيب حلو قوي. انت كده يعني خليتيني يعني متشوقه ان انا اسمع منك. بس يعني تعليق صغير في البدايه لو ممكن توضحي لنا، انت قبل كده في الثلاث اجزاء اللي طلعتي معانا طلعتي يعني ما كنتيش ظاهره وجهك، النهارده يعني ليه عملتي كده، او ليه يعني طالعه ظاهره وجهك؟ ابدا، عايزين نعلن عن مجد ربنا بوجه مكشوف. مفيش خوف. زي مفيش خوف. مفيش خوف. الحق بيدي جرأة. دي حقيقة. برغم التهديد بالموت وبحد الردة. لا 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 لا. نشكر ربنا، الرب بيحرر. آمين. رب طيب. صالح. طب ابدأ لنا يلا بقى. اتفضلي يا أختي. أنا قلت قبل كده في الثلاث أجزاء اللي فاتوا، في أولهم في أول جزء بالذات، إني كنت عايزة أوصل في علاقة فيس تو فيس مع ربنا، ما يبقاش فيها وساطه، علاقه مباشره، ما يبقاش فيه بيني وبينه انسان. صح. فدوت كان مستحيل، لان كان دايما رسول الاسلام، يعني اجي كده الاقي رسول الاسلام، اجي كده بنص ايات وبنص احاديث ثلاثي الابعاد. رسول الاسلام ثلاثي الابعاد. اتفضلي. مش قادره مش نافع. في احنا كنا وانا مسلمه كانت اسمها الحضره الالهيه. أنا والدي كان صوفي، وقلت الكلام ده في الأجزاء اللي فاتت، تربيتي الصوفية بس لحد فترة الشباب، وبعد كده اتجوزت صغيرة جدا من شخص متشدد جدا سلفي، كان بيدعي إن هو بيحب الصوفيين طبعا، لأن كلامهم أرقى شوية وكان بيلمس القلب شوية، في شوية روحانية. فطبعا التشدد والسلفي، الفكر السلفي خالي تماما من أي روحانية. فيعني انتقلت للأسوأ، مش للأرقى. فلأن كانت علاقتي بزوجي علاقة حب شديد أشبه بالشرك، فأنا رفضت كل دوت. ابتدى الرب يعني شوية هستخدم ألفاظ إسلامية عشان المسلمين اللي بيشوفونا يفهموني، اللي هم لسه ما جوش للرب، وشويه هستخدم الفاظ مسيحيه، لان في مسيحيين ما قروش اصلا عن الاسلاميات، وانا حابه قوي قوي وعلى قلبي جدا ان المشاهد ده وده يسمعوني ويصدقوني ويحسوا باللي انا حسيت بيه. المسيحي يعرف ازاي انا كنت عايشه العيشه المتشدده ديت، وجيت وخرجت ازاي، وازاي الرب اتعامل، ومنين، من جوه 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 بيت اسلامي، عمري ما مسكت الكتاب المقدس، عمري ما دخلت كنيسه، عمري ما كان ليا اصدقاء مسيحيين، أعرف بس الحاجات يعني الحاجات العامة جدا جدا، إن المسيحيين بيعبدوا عيسى. سوري طبعا إن أنا بستخدم لفظ عيسى، يعني خلي إخواتي المسيحيين اللي أنا عارفة إن هم بيشاهدوني دلوقتي يفهموني وأنا بتكلم باللسان الإسلامي، علشان أنا النهاردة جايبة كلام وأسئلة كتير للأشخاص المسلمين اللي بيدخلوا ينظروا، اللي بيدخلوا يبلغوا عن أكاونت حضرتك أخت نورة والقناة، ياريت يرد عليا، وياريت لو في بس في صلب الموضوع ياريت يتصل يقول لي لا أنت غلط. أيوة. والأرقام على الشاشة يا أخت دور. بالضبط كده. فاللي حصل اني ابتديت أنقح القرآن، وده قلته برضه في الأجزاء اللي فاتت. بمعنى إيه أنقحه؟ وانا مسلمه كنت اقول اتدبر القران، فالمسيح ما عرفش يعني ايه اتدبر. اتدبر بقى يعني انفض القران خالص من كل الايات اللي ما بتعملش كونتاكت بيني وبين ربنا. ايوه. العلاقه اللي انا عايزاها تنتقي يعني. انتقي بقى الكلام الروحاني زي ما لسه من شويه. أيوه. بقول لك فلا تزكوا انفسكم ان الله اعلم بمن اتقى. الايه دي كنت بحس فيها بسلام، آية بسيطة خالص ما فيهاش أي حاجة، ممكن أي حد يكتبها طبعا، يعني ما هيش محتاجة وحي.
فاللي حصل اني لما جيت عند آية فلما قضى زيد منها وطرا زودناكها، طبعا قتلت بحث، وقلنا يا جماعة إن اللفظ اللي فيها دوت خارج وجنسي جدا وما ينفعش يكون في القرآن. فأنا كنت فاهمة، وكنت ساعتها طبعا متزوجة، وجوزي كان دايما بيفسر لي القرآن، فكلمة وتر دي كلمة جنسية جدا وفضيحة جدا، ما ينفعش يستخدمها الإله. فإزاي أنا عايزة أكلمه؟ لان كان في حاجتين كنت دايما اسال عليهم، سالت والدي عليهم وانا صغيره في الاعداديه، وسالت عليهم وسالت عليها زوجي وانا في بدايه عبوري، اللي هي ساعه ما ابتديت ان انا اللي خدت قرار ان يبقى لي علاقه مع ربنا بدون اي وساطه. فقلت له يعني انا عايزه ادخل محضر ربنا، اعمل ايه؟ فقال لي تقري، لو انت عايزه تكلمي ربنا، دايما كانوا يقولوا لنا الكلام دوت حتى في الكتاتيب وكده والمفسرين، عايز تكلم ربنا روح صلي. انا كده هكلم ربنا، لان الصلاه صله، كانت دايما والدي لانه صوفي كان يقول ان الصلاه صله، ده تفسيرها يعني. طبعا السلفيين ما بيقولوش كده، الصلاه صله، الصلاه عباده. فرض. فعايزه اكلمي ربنا صلي، عايزه ربنا يكلمك اقري القران. طب ما يا جماعه الصلاه عباره عن ركعات، والركعات عباره عن سوره صغيره وسوره كبيره، يعني قران برضه. ايوه تسميع. ما هو قران برضه يا اخت نوره، ايوه يعني امتى انا كلمت ربنا؟ امتى انا كلمت ربنا؟ طب ما انا كده كده يعني هكلمه، هقرا القران، بكلمه هيكلمني اقرا بكلامه. قران. هقرا القرآن برضو. ايوه حلو طبعا، طيب ماشي اوكي. آية تانية، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يعني أن كلام، يستنكحها خالصة لك. أيوة. أنا آسفة جدا، ما هو ده اللي ينفعش، مكتوب، احنا مش جايبين حاجة من عندنا، ما ما هم لازم ينفعش. يسمعوا برضو. هدخل إزاي محضره؟ هدخل إزاي الحضرة الإلهية؟ أنا بقولها باللفظين، في الإسلام اسمها الحضرة الإلهية، والشيوخ اللي عندهم، الشيوخ اللي عندهم عادات تعليميه اسمها الحضره الالهيه. كان والدي بيروح لشيخ صوفي كان اسمها الحضره الالهيه، وزوجي المتشدد كان بيروح مع ناس سلفيين كان اسمها الحضره الالهيه. كانت لازم تبدا بذكر محمد. واحنا في المسيحيه بنقول محضر الله. فكده ولا كده هوصله ازاي؟ من الاول لازم اذكر انسان وهو حائل ما بيني وما بينه. ومش بس كده، كمان لقيت ان في حديث بخلاف بقى الايات ديت، بيقول في اللي هنا اللي انا شاركت بيه في الجزء الثالث، وممكن المشاهد يرجع له، وتكرمت وحطيته لي السلايز، اللي هو لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده ونفسه. فجه عمر قال مش يعني معلش، أنا ممكن أحبك أكتر من أهلي وأبويا وأمي وأولادي كمان، لكن مش هقدر أحبك أكتر من نفسي. فراح قال له الآن يا عمر، وفجأة كل ده اتغير، ولازم يحبه. إيه علاقة إني أنا أحبه بإيماني؟ صحيح. طب ما أنا أدخل على طول على الرئيس الرئيسي، أنا أحب الله. انت ماشي، اصلا ما ده تقدريش تكوني مسلمة بالله بس، يعني بلا اله الا الله بس، ما ينفعش. ما هي دي المشكلة، ما اتفضل. هي دي المشكلة. فخلاص الإنسان ده وقع، وأنا قلت كده في الأجزاء اللي فاتت، خلاص الشخص ده وقع، لأني لقيت حاجات كتيرة جدا، يعني مش هتكفي ساعة ولا اتنين ولا 10 ولا حلقة ولا حلقتين ولا 20. طبعا يعني قتلت بحثا، وقناة الكارما ذاخرة، وبرنامج صوت العابرين، وبرنامج أنا مش كافر، وكثير من البرامج اللي اتكلمنا فيهم على النقط دي. فابتديت ان انا يعني انفض القران خالص، لدرجه اني بقيت احذف مش بس مجرد ايات زي دي، ايات يعني جنسيه صريحه، ده انا كنت بحذف صور كامله، يعني زي سوره الاحزاب، سوره النور، سوره الانفال. انا عايزه اسال سؤال بس للمسلم اللي بيقرا سوره الانفال اللي في اولها، ان الانفال لله والرسول. انا عايزه افهم
من امتى الله بياخد امثال ومن امتى الرسول ياخد امثال؟ امثال يعني الغنائم بتاعه ال ال طب قولي الرسول بياخدها لكن الله ياخده ازاي؟ ما ايوه ما انا هقول لك المفسرين فسروها ان الانفال ديت لوجه الله، يبقى تذكر حاجه من الاثنين، يا اما تقول انما الانفال لله، فاحنا نفهم ان الحاجات دي هتتوزع لوجه الله، هيتبني بها مساجد وخدمه المسلمين ماشي، يا اما تقول للرسول واحنا فاهمين الرسول هتبقى. لكن تحط الله والرسول في 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 في, في نفس السطر ما بينه واو العطف الواو الاضافه ما ينفعش، الله محدود ما ينفعش مع المحدود، ما ينفعش الله مع الانسان، وكل وتلاقي دايما الله والرسول في 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 جمله والخمس غايه الخطوره، حتى غاية في الخمس لله والرسول، مش عارفه ازاي يعني التقسيمه ديت، تحسي يعني فعلا يعني مش ببشريه النص، مش بشريته بس، ده انت كانك حاسه انك شايفه اللي بيكتبها بايده. ايوه وهو دوت اللي هنتكلم فيه النهارده. في بحث صغير كده عملته، لاني انا عايزه اقول لاخواتي حبايبي المسلمين والمسيحيين اللي بيسمعوني دلوقتي حالا، سواء يعرفوني او ما يعرفونيش، انا ما جيتش كده فجاه، ما كانش سهل، مش سهل ابدا يا جماعه للمسلم اللي هو من وهو يعني ابن 5 و6 سنين بيصحى وينام على ان القرآن ده كلام ربنا اللي طالع من بقه. ده مش من يعني 5 سنين يا اخت دودو، لما بنتولد كانوا بيأذنوا في اذاننا، بيقولوا الاذان في اذاننا يعني. ده صحيح، ده صحيح. فالفترة الانتقالية ديت لما سقط محمد تماما، يعني خلاص بقيت بقيت عاملة زي ما قال كده أبو بكر الصديق لما بيقول إن لو إحدى قدمية في الجنة والأخرى خارجة ما أمنت مكر الله. صحيح، بقيت عاملة زي الرجل هنا ورجل هنا. اللي حصل إن كتير من العابرين في المرحلة ديت بيتحجوا. انا بنعمه الرب كان في اختلاف شويه وامتياز، بشكر الرب يسوع عليه طبعا. قصدك من المسلمين يعني؟ في كتير من المسلمين في فتره البحث. اتفضل. مش عارفه اذا كنت حضرتك مريتي بالمرحله دي ولا لا، بس انا اعرف ان زوج حضرتك الاخ اندرو الحد، وطبعا اندرو قعد فتره يعني فعلا، لكن امتياز 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 ان نطلع اصلا من كل الضلمه ديت للنور. فلكن الرب يسوع يعني قال لي زي ما يكون حسيت ان الاله تحنن قوي وتعطف عليا، قال لي كفايه عذاب لاني عطشت قوي يا اخت نور. بس انت دخلتي مرحله الالحاد، يعني في اختبارات كتيره فعلا الالحاد هو مرحله قبل الايمان. لا ما مرتيش بيها. ما حصلش معي. لا ما حصلش معي، كنت نص مسلمه ونص مسيحيه. اوكي بالظبط. فاللي حصل مش قادره اسيب قضيه القران، مش قادرة أسيب قضية شخص اللي هو شخصية الرسول الإسلام، معقولة خدعني وخدع كل المليارات دي؟ لا ما سبتش القضية كده بسهولة، لأني قارية كتير، قارية كتير، يعني مش قارية يعني عشان بس المشاهد ما يفتكرش يعني دراسة، لا كتير، مليانة كتير، مليانة لحد حتى لحد مخير. هنا يعني مليانة بكلام عشته وبتعايش كمان معاه، ورمضان والأعياد وكلها حاجات دينية بتأكد إن كل كلمة وكل حرف، الشدة والضمة والكثرة. أيوه. في القرآن حق. أيوه. حق قرآني زي ما احنا نقول مثلا حق كتابي، أو هم يقولوا حق قرآني من الله بذاته هو اللي قايله. فدي خلي بالكم يا جماعه، يعني لما تلاقوا شيخ يطلع يقول ده هيدخل الجنه، ارجوكم ما تتوجعوش على دكتور مجدي، لان ما تتوجعوش على 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 اللي بيتقال عليكم او انكم كفره او الدكتور مجدي رغم كل اللي قدمه ان هو كافر. بالعكس، ده معناه ان الشخص اللي قدامك عايز يثبت حاجه ملهاش وجود، مش قادر، وهو مش قادر يثبتها، مش قادر يثبتها، فيعمل ايه؟ عايز يقول لك اني انا صح،
مهما عملت. يعني انت بتثبت ايه؟ انت بتثبت ظلم، انت بتثبت ظلم الهي، مش بتثبت عدل الهي، ودي كارثه في حد ذاتها. هو ده اللي دايما المسلم بيعمله. فقلت له يا رب يعني انا عايزه اعرف الخداع جه منين؟ ازاي صدقنا في ده؟ الكلام كله اللي في القرآن مكتوب بالإيد، لأن ده أنا حسيته، يعني روح الله كانت شغالة فيا بالتنقيح اللي أنا عملته ده. وطبعا دي مش طريقة إسلامية خالص يعني، ولا حتى مسيحية، ولكن يعني هو يعني فاهمة أخت نورة، واحد طالع من الظلمة وبيفتح الباب بالراحة لنور معين. فاللي حصل إني ابتديت أروح كنائس، ابتديت اتكلم مع خدام، اتكلم مع اساوسه وناس مقتدره في الكتاب، بس وناس دارسه اسلاميات او قاريه يعني، وخصوصا الاساوسه، علشان طبعا لان لهم خدمه في انهم يعني لو حد سالهم يقدروا يجاوبوا. فما ينفعش ما يكونش قاري ولا عارف، ممكن يكون حد دلوقتي مسيحي مش قاري خالص ولا عارف خالص، فيمكن ما يفهمنيش قوي، فانا بحاول اوضح له. فلكن المسيح اللي قاري اسلاميات هيفهمني قوي، وهيفهم انا ايه اللي انا كنت بعمله بالظبط، ازاي الروح القدس او روح الله الحنان ابتدى ينقل رجليا من الضلمه، رجل اليمين الاول، بعد كده رجل الشمال، وبعد كده اخرج. فاللي حصل اني سمعت حاجه اسمها شبهات، ما كنتش اعرف يعني ايه شبهات. شبهات يعني حاجه غلط، بس هي ليها تفسير للناس اللي ما بتقراش ومش فاهمة، وليها تبريرات. أيوة، أمور مشكوك في صحتها يعني. أيوة، فزي إيه مثلا؟ يعني مثلا لما ابتديت أتعامل مع المسيحيين، لأن طبعا أنا جيت للتعليم، يعني أنا مش هقول تاني إن أنا لما قريت الإنجيل لقيت رقي ولقيت حلاوة ولقيت راحة وسلام كنت مفتقداهم، اللي أنا اتعذبت فيهم كأني تايهة في صحراء وأنا بنقح القرآن. فاللي حصل كأني وصلت لواحة بالضبط زي واحد في صحراء ووصل لواحة. فلما جيت للكلام للتعاليم حسيت برقية قوي، حسيت لأ ده كلام راقي، ما قلتش ده كلام ربنا، اللي ما عرفش الرب يسوع، ما كنتش عارف. فاللي حصل اني سمعت حاجات زي اني شبهات، زي مثلا شق ام قرفه، انا ما كنتش اعرف، انا كمسلمه ما كنتش اعرف، ما فيش حاجه وصلت لذهني او وصلت لمسامعي ان واحده مسنه كبيره في السن يهوديه هاجت محمد رسول الاسلام، فراح ماسكها عاقبها بانها شقها ما بين جمالين. ايوه، هي قالت عليه مجرد كلام يعني. بالظبط، لا ومسنة صحيح، ومن اهل الكتاب زي ما هو بيقول. ايوه، وخد بنتها ادها يعني ملك يمين او امل لواحد من الصحابه. اديني لسه عارفه منك، ما كنتش بدور في الحاجات اللي تشوه الاسلام اكتر ما هو متشوه في عينيا، اكتر ما الشخصيه دي متشوه، يعني ما كنتش بدور على السقطات، فما كنتش كنت بسد ودني على الحاجات اللي ما وصلتش لودني اصلا، كفايه اللي عندي، كفايه اللي انا جايه بيه للكنيسه. زي ايه مثلا؟ زي الايه اللي المسيحيين دايما يعني يقولوها للمسلمين، والمسلمين ما بيبقوش عارفين يردوا عليها قوي، يعني هي ملهاش رد، فبيبقى شكلهم وحش قوي يعني، لان هي بشريه زياده عن اللزوم. اللي هي ايه الايه ديت؟ اللي هي ما ننسخ من آية أو ننسيها نؤتي بخير منها أو مثلها. أوكي؟ دي سورة البقرة 106. حلو، فأنا سمعت الآية فلقيتهم يعني الشبهة عبارة عن إن الله إن الآية دي متناقضة مع الآية اللي بتقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. مفيش رد. كده في تناقض. مش هنتكلم فيه بقى. ايه اللي قدني ليه الروح القدس؟ قدني لحاجه تانية خالص.
وانا مش حافظه القران شاهد علي المسيح، انا بنكون مش حافظه القران، انا سمعاه. يعني لو سمعت شيخ بيقوله في الراديو يعني كنت بصحى وبنام عليه. أيوة. في بيتي، في بيت اهلي وفي بيت زوجي، وفي في رمضان الميكروفونات في المكان اللي انا كنت بسكن في المكان اللي كنت ساكنه فيه، في بيت اهلي وفي بيت الزوجية. زي عامة المسلمين من كتر السمع خلاص اعتدنا عليه. بالظبط كده، انت طبعا فهماني. طب يعني اسمع الشيخ بيقرا في الميكروفون اكمل معاه، انا مش حافظه، انا مش حافظه ومش عارفه صوره ايه اصلا اللي بيقولها، بس صحيح. بكمل معاه. ده شيء غريب جدا. ليه؟ لان السجع اللي فيه بيخليه عامل زي الاغنيه حافظاه. فاللي حصل ان الايه دي لفتت نظري، كلمه فيها رغم ان انا مش حافظه، كلمه أو ننسها وكلمة نأتي بخير. النسيان لم يجتمع مع الخير في آية في كل آيات القرآن. وأنا أتحدى أي شخص بيسمعني دلوقتي أنه يقول الكلام ده غلط، وهقول له دلوقتي أنواع النسيان في القرآن. يا ريت على طول تدينا الدليل يا أخت دور. أيوة طبعا، أنواع النسيان في القرآن. قلت الله، انا عارفه ان النسيان دوت يعني انا مش حافظه بقى، انا كل اللي فاكراه ان النسيان كتير كنت بسمع ان النسيان حاجه وحشه. انا بكلمكم كطفل ممكن يفهمني حاجه وحشه. فتعالى كده نشوف النسيان، ايات النسيان في المعجم. كان عندي اياميها كان النت الجوجل مش زي دلوقتي، لو كتبتي حرف واحد بيطلع لك الموضوعات كلها. صحيح. زمان كان فقير شويه، كان كويس يعني، بس كان فقير شويه. انا كنت لسه بدايه ايماني، كان تقريبا بعد سنتين يعني، من ست سنين. وايه، وكنت لسه مسلمه وما كنتش عرفت لسه الرب يعني، كنت هنا وهنا لسه بوصل، بحاول اوصل. فاللي حصل ان كان والدي عنده مكتبه متواضعه، في حاجة اسمها معجم ألفاظ القرآن. يعني إيه؟ يعني اللفظ أحطه، يعني أدور على اللفظ، أدور في المعجم يطلع لي اللفظ دوت جزء كل الآيات بالزبط. اللي هي كذا وكذا 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 وكذا. بصوا أنا هنا في أمريكا، والكتاب معايا كتاب أصفر قديم، يعني مش واحدة مسيحية ولابسة الحجاب وبدعي، عشان في ناس انا عارفه الموضوع دوت بيقلقني جدا من ايام ابتدى برنامج العابرين، وانا مش كافر، وانا بشوف تعليقات لا 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 دي ما كانتش مسلمه ولا حاجه. أي. دول كذابين. ده لازم ده يعملوا ده. كده اي كتاب اصفر قديم جدا، الناس بقى اللي من عمري او الاكبر مني كمان، ده كتاب الشعب، ده كتاب انا ورثاه عن بابا. كتاب الشعب دوت كان بيتباع مع الجرايد زمان 1945، يعني قبل ما تولد ب30 سنة. لو أنا مسيحية مش هبقى محتفظة بحاجة زي كده أثرية يعني. بصي أوراقه صفرة زي أخت نورة. أي. طبعا دخلت على نسية نون سين ألف لينة، اللي هي الياء اللي بتتنطق ألف. فلقيت أن أنواع النسيان ثلاثة، كلهم أنواع ما فيهاش اي خير، ما فيهاش اي شيء جيد للمسلم. يعني ايه مثلا؟ زي مثلا ويحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. فهنا بالنوع دوت اللي هو ضعف الايمان دوت، زي مثلا واذكر ربك اذا نسيت، يعني معنى كده ان النسيان بيبقى عكس ذكر الله، فاذا انت نسيت فده ضعف في الايمان. ده نوع. وجاء النوع الثاني في النسيان في القرآن اللي هو بيبقى عقاب من عند ربنا، وقيل زي سورة الجاثية، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هنا اتذكر النسيان مرتين، مرة كعقاب من الله نسيناكم، ومرة بمعنى الضعف كما نسيتم لقاء يومكم هذا. النسيان يا إما ضعف يا إما عقاب من الله. ثالث نوع وده الأخطر، ساعات بيبقى من الشيطان، زي
وإما ينسينك الشيطان، ينسينك الشيطان، دي سورة الأنعام في حتة تانية. وأما وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، سورة الكهف. يبقى عندنا ثلاث أنواع من النسيان. النسيان مذكور في كل القرآن، في كل القرآن في ثلاث أنواع، إما ضعف إيمان، إما ضعف إيمان، يعني النسيان كان سببه ضعف الإيمان، إن أنت تايه عن ربنا ما بتذكروش، إما عقاب من ربنا، ربنا بيستخدمه كعقاب ليك، اليوم ننساك كما نسيت ذكر ربك، إما من الشيطان زي لما يونس، لما موسى نسي الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إيش معنى الآية ديت؟ ممكن أسألك أخويا المسلم يلي بتقرأ قرآن، أنا في سنة من عمري ضاعت قبل ما أدخل كلية الأداب، رحت كلية حقوق، في كلية حقوق في مادة اسمها شريعة، ده غير ان المادة الثانية من الدستور المصري بتقول ان الشريعة هي الشريعة الإسلام مصدر التشريع الثاني، مصدر التشريع انا اسفة الاول، يعني معنى كده اني برجع للشرع، برجع للفقه، للقرآن. فمن مصادر التشريع اللي درستها في، وهي دي اللي خلتني اعمل البحث دوت، في حاجة اسمها عند المسلمين إجماع وقياس واستحسان. خلينا في القياس. يعني إيه قياس؟ الكلمة واضحة، يعني إيه؟ يعني بقيس حكم آية على حكم آية تانية. فهمت إيه أخت نورة من إن الواحد بينسى في القرآن؟ قياسه إيه؟ إنه شر، إنه شر، التلات أنواع بتدل على إنه شر. طب إيش معنى الآية ديت؟ إيش معنى الآية ديت؟ جيت ده مش رسول، ده مش إله الإسلام بينسى، بس ده مش بينسى، ده بيجي له زهايمر. إزاي تكتب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. الآية نفسها كمان يا أخت نورة، أنا هكلمك مسلمة سابقة وبكلم، أنا أسفة للمسيحيين اللي طبعا مش متعمقين قوي في الإسلاميات، يمكن مش هيفهموني، لكن انا برجوهم ان هم يسمعوني لاخر الحلقه، يمكن يفهموا اللي احنا كنا بنشعر بيه، كنا بنحس بيه. الايه غريبه شويه عن السجل اللي موجود في القران، ما فيهاش كلمه مكعبله ولا مغلصه زي ايات القران، لو لاحظتي ان ممكن يفهمها اي طفل، يعني لو واحد لو طفل عنده 6 سنين وبحفظ القران زي ما كانوا بيعملوا معانا في الكتاتيب وفي الحضانات، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ليه هي بالبساطة والسهولة ديت؟ علشان أداري على بلوى حصلت، اللي هي إيه؟ اللي هي نسيان حفظة القرآن للقرآن، لما جم يجمعوا القرآن ويداروا على فضيحة إن الداجن نزلت تحت السرير وأكل الثلاث أرباع سورة الأحزاب اللي كانت قد البقرة ثلاث أربع مرات، عايز يلحق، كأن شخص بيكتب الآية وعايز يلحق المصيبة. وهو هل صح أن ينسب لله النسيان؟ مثلا، ده مثلا، بس خلينا بس في حتة القياس يا أخت نورة. تفضلي. طبعا الإله دوت اللي هو ما بينساش ولا بيعاقب بالنسيان. يا ستي خلينا معاهم للآخر، خلينا نتكلم بلسانهم، هم دلوقتي سمعنا، ولو سمحت رد عليا، عشان البحث دوت أنا عملته من اكتر من 5 سنين، وكان نفسي في اليوم دوت واساله دلوقتي. انا وقتها انا دخلت ادور على انواع النسيان في القران، انا ما سكتش، انا ما رحتش دورت بنفسي على انواع النسيان، الفكره جات لي منين؟ هي الفكره جات لي، بس انا دورت على حد متخصص، قلت يمكن انا غلطانه. فدخلت لقيت شيخ شاب سعودي عامل زي دبلومه من ضمنها جواها انواع النسيان، وده اكدت ان انا صح. كتب ان انواع النسيان اما من الشيطان، اما عقاب من عند الله، اما ضعف في الايمان، وما ذكرش الايه دي، لان الايه ديت حاطه النسيان خير. امتى انت قلت يا اله المسلمين ان هو خير في كل القران؟ انا لو قاضي، انت لو قاضي شرعي
وقدامك متهم عمل بلوى لأنه نسي، هتوقع عليه أقصى العقوبة، لأن القرآن كله بيقول إن نسيان يعني إما ضعف في الإيمان، إما عقاب، إما من الشيطان. إشمعنى؟ إشمعنى لما جيت تجمع القرآن رحت راح راح الآية دي كأن يعني مش كأنها هي واضحة جدا، الآية محطوطة باليد بعد ما القرآن اتبعتر مش عارفين يلموه. ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها. كأن طفل عنده 6 سنين بيحل المشكلة وكتبها. ساعتها حسيت إحساس تجاه القرآن، قلت أنت تتكلم عن التحريف، أنت آخر واحد، أنت آخر واحد تتكلم على أن الكتاب اللي قبلك اللي أنت واخد منه كل الشريعة أنه محرف. وده موضوع تاني خالص إن شاء الله بنعمة ربنا أنا هجهز له عشان نتكلم في إزاي هم بيوصفوا الكتاب المقدس أنه محرف. وكلمة محرف هو مش فاهم معناها. يعني أنت بتقول أنه هو محرف عشان تبعدني عن قرايته، ومش بس كده مفهمين كمان، أنا معرفش هم الموضوع شعشع قوي يعني بعد ما بقت المسلمين أقوياء بفعل السيف و فغلوا قوي في الموضوع ده، ابتدوا ان هم يقولوا ان اللي بيمسك الكتاب المقدس بيبقى نجس. انا عارف ان هم عاملين الموضوع دوت علشان ما حدش يقرا القران. ده دي مصيبه في حد ذاتها. ايه هي المصيبه؟ ان انت بتقول محرف، انتوا عارفين يعني ايه محرف؟ طب ابيع له قاموس بتاع المعجم الوسيط. كلمه محرف يا اخت نور، ما انا رايحه بقى من مسلمه عايزه اعرف المحرف ده بقى. ما انا عايزه اعرف الحق دوت بتقري ازاي، محرف ازاي وانت واخد منه كل الشريعة دي. حاجة محرف جميل، كلمة محرف معنيتها اني بغير المعنى. اخت نورة، الكتاب المقدس عبارة عن عهدين قد كده، ضخم جدا قد القرآن مرتين، ضخم جدا جدا، وعشان كده مش سهل حفظه. يعني طبعا في ناس حافظينه، لكن انا هو مش يعني مطلوب كمان الحفظ، هو كان يعني مطلوب بالزبط. ان انا افهم، لكن في حفظه زي بتقول كلمه ربنا في ثواب عظيم يعني، لكن ان انا افهم هو ده اللي الرب عايزني فيه. قبل ما تكملي يا اخت دره، ويعني خليكي فاكره الجزئيه اللي انت وقفتي عندها، هناخد تليفون الاخت نهال بسرعه ونرجع لك. اهلا بيكي يا اخت نهال. اخت نهال اهلا بيكي. سمعاني اتفضلي. انا فعلا النهارده very impressed بكل كلمه اتقالت من حضرتك ومن جدتك الكريمه الاخت دره، وعلى حسب معرفتي باللغه العربيه ان دره هي معناها جوهره، وانت فعلا كده، فمبروك عليكي خلاص حبيبتي انك حصلتي على اعظم جوهره وهي الرب يسوع. فاصلي من كل قلبي انه مشاهدين كتير النهارده يحصلوا عليها زيكي بالظبط بسبب شهادتك. عايزه اقول حاجتين اتنين بالنسبه للدكتور مجد. احنا فقدنا الاتصال. طيب غالبا فقدنا الاتصال، فلغايه لما ترجع الاخت نهال تاني ممكن تكملي الفكره يا اخت دره، لان فعلا الوقت بيجري وانا عايزه اسمع منك الفكره اللي انت تعبتي في تحضيرها بشكل كامل. اتفضلي. امين. فانت بتقول ان هو محرف، كلمه محرف يعني غير المعنى. عايزه افهم انا ممنوعه من قراءه الكتاب دوت اللي هو الكتاب المقدس اللي هو ضخم جدا قد القرآن مرتين ثلاثة علشان محرف. هل اليهود أهل الكتاب، اليهود والمسيحيين حرفوا، مسكوا آية حرفوها؟ يعني بنطرح السؤال. طب معلش ناخد معنا الأخت نهال والأخت فريال، ناخدهم يعني بسرعة عشان الأخت درة تلحق تكمل الفكرة بتاعتها. فمين معنا في الأول؟ معنا الأخت نهال. أهلا بك يا أخت نهال. حبيبتي بالنسبة للدكتور مجدي يعقوب، فأنا بشكر ربنا من أجل الميديا، لأن الفيسبوك فعلا بين ناس كتيرة قد إيه كم الحقد والكراهية اللي طالعة مش من ناس وخلاص، لا دول ناس مسلمين حقيقيين، لأنهم بيقولوا عليه إنه بكل إنسانيته دي يعني والأعمال الرائعة اللي بيعملها مش هيدخل الجنة، مستندين على إيه؟ على آيات من قرآنهم. دايلين على ملعون كمان. كلمة للمسلمين
المعتدلين اللي بيحكموا إنسانيتهم الطبيعية اللي حاططها جواهم ربنا. فأنا بسألك اللي فعلا بيجوا بيشتموا الناس اللي بتشتم الدكتور، من فضلك بحط لك سؤال، هو ده مش معناه أن إنسانيتك أفضل من آياتك اللي في القرآن؟ بالظبط. وبالنسبة للأخت درة، حضرتك قلتي مش سهل أبدا على أي مسلم طالع منذ نعومة أظافره أن يغير ويعبر ويجي للمسيحية. أنا عايزة أتفق مع حضرتك مش 100%، مليون في المية. وعلشان كده بنتهز الفرصة وبوجه لكل مسيحي في الكنيسة، من فضلك اقبل أخوك وأختك المسلمة بكل محبة وأصبر عليه. أمين. وعلى عاداته اللي جاي بيها من الإسلام، سواء حلفان بسهولة، سواء شتيمة، حتى الكذب، لأنه هو جاي من خلفية تتمعلل في ثلاث حالات ذاتية. وآخر حاجة حضرتك قلتي أنه يعني ما مرتيش بمرحلة الحاد، لكن كنت نص مسلمة ونص مسيحية، وده في حد ذاته هيشجع ناس كتيرة مسلمة ومش قادرة تترك الإسلام بالكامل، لكن كمان هي مولعة قوي بالسيد المسيح وبتعليمه. فنفسي حضرتك تشجعي أكتر الناس اللي في المرحلة دي وتقولي لهم يعملوا إيه بعد كده، بمعنى إزاي يوصلوا لمرحلة ترك الإسلام بالكامل من غير تأنيب ضمير واتباع السيد المسيح. إزاي تجيهم الشجاعة دي وربنا يبارك. أمين ويباركك. معنا أخت فريال كمان، ناخد بسرعة الأخت فريال. ألو أخت نورة، سلام عليك، المسيح معك ومع سلام الرب ليك. أهلا بيك، تفضل أختي زهرة. أنت وجدتي النصيب الصالح، أشكر الرب عليك لأنه حررك من شريعة الشيطان ونقلت من ظلمة الإسلام إلى نور العجيب. الرب يباركك ويحييك. وأما هذول الشيوخ اللي ردوا على دكتور مجدي يعقوب، فأقول لهم إن إلهكم علمكم شريعة الكراهية. صحيح. وإله مجدي يعقوب علموا شريعة المحبة، وأنتم تنطبق عليكم الآية، حنجرتهم قبر مفتوح وألسنتهم قد مكروا سم الأبطال، تحت شفاهم وفمهم مملوءة لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم. اللي علمتوا شبابكم يروحون ويقتلون ويقعون إلى جنتكم في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خلف الله أمام عيونهم. فالرب يرحمكم وإحنا نصلي من أجلكم. أمين. فعلا نصلي إنه الرب يشرق بنوره قبل فوات الأوان وتلحقون إلهكم إله الإسلام في الجحيم وبئس المصير. شكرا اختي نورا، شكرا ربي يبارك. شكرا اختي فريال، ربي يباركك. اتفضلي يا اختي دور. احنا الجزئيه اللي طلبتها منك الاخت نهال ممكن يعني نخليها في اخر الحلقه، ان توجهي كلمه تشجيع لكل حد باحث وفي مرحله ما بين الـ يعني الشك واليقين، او في او يعني مرحله اخذ القرار يعني. فخلي دي هنخلي الجزئيه دي للاخر، بس عايزاكي تكملي بس الفكره بتاعتك. اكيد الاخت نهال اسئلتها كلها رائعه. معانا قد ايه وقت يا اخت نهال؟ حوالي 6 دقائق، يعني 6 دقائق 6-7 دقائق. اتفضلي. لو كان في فكره تانية الحقيقه، بس طب خلينا نغطي الفكره الاولانيه، لان في ناس يعني على البث المباشر يعني بيشككوا في كلامك يعني، فانا عايزاكي تديهم الفكره كامله ومن الكتب بتاعتهم، واللي بيشكك يروح يبحث. اصل الموضوع مش ترديد كلام يا جماعه، هي بتقول لكم بحثت ودورت وجبت كتب وتعبت، فانت يعني تطلع تقول اللي بتقوليه غلط على اي اساس؟ انت بتقول هي بتقدم لك بالحجه. انا ما جبتش اي كتب. بالزبط. انا جبتش اي كتب، القران هي بس دي ايات القران. النسيان في ايات القران، ما جبتش اي حاجه خالص. ايوه هو يبحث بنفسه. ايوه اوكي. ما انا وما تناولتش الايه اللي فيها الشبهه دي، اللي هي ما ننسخ من ايه او ننساها ناتي بخير منها، ما تناولتهاش من نفس المنطلق ان هي متناقضه مع ان نزلنا الذكر وان لو لحافظون. هي متناقضه ماشي. طبعا انت مسدت في الرد، لان دي انا سمعتها في الكنيسه، انا سمعتها في الكنيسه، فانا لما رجعت لها بحثت عنها بطريقه مختلفه. اصلا لا يصح ان الله يجمع بين النسيان والخير في ايه
ويكون كل القرآن بيأكد أن النسيان ثلاث أنواعه سيئين للغاية. ده النسيان بيستخدم كعقاب. ده النسيان بيستخدمه الشيطان. وأنا مش ضمني أن الإله اللي بينسى يعني هيقدر يحفظ، يعني إن أنزلنا الذكر وأنه لا حافظون، يعني إيش ضمني؟ ما هو مش ما هو بينسى يعني، ما عنده مشكلة في الذاكرة. أخت نورة، أنا مش في الجزئية ديت، لأن في أخوات غيري وناس غيري اتكلموا فيها. ما احنا بنطرح الفكرة من كل الجوانب يا أخت درة. لا أنا عايزة، أنا عايزة اللي متعمقين وما شاء الله بيفصصوا لنا الكتاب المقدس وبيقعدوا يقولوا لنا بصوا الآية دي، بصوا الآية دي، بصوا أنتوا مش عارف إيه، بصوا الآية دي اتقال فيها كذا، وشوفوا الوحي متغير إزاي. من فضلك حبيبي عزيزي المسلم، يا انت يا اللي بتصلي الفرض في فرضه بالنوافل والسنن، ويعني حافظ القرآن من الجلدة للجلدة، من فضلك. النسيان موجود بيقترن بالخير في أي آية من القرآن إلا الآية الغريبة دي. حتى يعني تلاقي القرآن فيه سجع وكلام كده تحس إنهم كعبل شوية. الآية دي غريبة شوية يا أخت نورة، بتحسيها بسيطة زيادة عن اللزوم لدرجة إن أي حد يفهمها بكل اللهجات، يعني العربي العراقي يفهمها، السعودي السوري المصري، وخصوصا المصري لهجة بسيطة، كأني مقصود إن أول ما حد يشوفها يفهمها. ليه؟ لأن هو كان في مصيبة، ضياع القرآن، كان آيات القرآن، والناس ابتدت واضح ان الموضوع كان كبير وقتها ساعة جمع القرآن، كان في دوشة يعني كان في دوشة كبيرة، ولو كان في بقى فيسبوك وكده كان زمان البوستات نازلة. اتفضلي. بالظبط. فأرجوك لو ما قدرتش ترد على البحث الصغير دوت، انا يعني البحث المتواضع دوت من واحده يعني ما هياش حافظه القران، من فضلك ما تقولش على كتاب غير القران محرف، خصوصا لما يكون كتاب بيتقال عليه انه هو من عند الله. ويعني وانت بتقولي مش حافظه، ويعني ماذا يفيد الحفظ لو ما فيش فهم؟ فممكن بعد اذنك اخت دره ناخد تليفون اخونا موسى من نيويورك. موسى اتفضل اخ موسى، اهلا بيك. اهلا صباح حضرتك. اهلا بيك، اتفضل. انا كنت اول حاجه بس عايز اسال، انا قلت صابونه زكريا يعني بقاله فتره كنا عايزين نسال عن صابونه زكريا بحاجه، بعد كده عايز اسال سؤال اول حاجه برضو، ان عايز رد حاجة من فكرة لإخواتنا يعني المسلمين، إن النبي محمد يعني كان هو إيه الفرق بين دول يعني مسويين بالإله ربنا يسوع المسيح؟ إن النبي محمد أصلا يعني إذا كان هو بيقول عليه الصلاة والسلام هو إلهك أنت إله ميت، يعني أنت بتعبد واحد مات حرر كتاب بمساعدة بعض الكهنة، بمساعدة بعض الصحابة، وقاموا بتحريف بعض الكتب ووضعوا لهم ايه كتاب، فهو اله ميت، وكمان ضيع ناس بلايين يعني ناس. انا بشفق عليكم ان كنتم ظلمتم، يعني انه في مسلمين كتير ظلموا، ومش هذا ولا هذا الانسان يعني يعني ضيع ناس كتير، بس ربنا امين يعني لا يفت نفسه بلا شاهد، ربنا بيوصل رساله لكل واحد. امين عن طريق. امين، فكرتك وضحت جدا يا اخ موسى، وادينا مع الاخت دره اهو بتقول لهم حقائق من الكتب الاسلاميه، يعني على وعسى ان الناس فعلا تاخد الامور بجديه وتبحث، لان هي زي ما بتقول مش جايبه حاجه من عندها. اتفضلي يا اخت دره. انا مش هقدر ادخل على الفكره. ده حقيقي، لان احنا بقينا دقيقه او انا عارفه، بس كنت عايزه اوضح حاجه لاخوتي المشاهدين اللي بيتابعوني، يمكن شكلي كده هطلع تاني اكيد طبعا. احنا ما كملناش الفكره يا اخت در. ايوه، في فكره اعمق كمان واوضح هتلمس قوي المسلم والمسيحي. أيوة. اللي بيسمعنا وبيتابع برنامجنا. انا اول جزء كان في حاجه جوايا مش عارفه ايه سببها، صدقيني بنعمه ربنا. كنت لابسه شميز ابيض. كان في حاجه جوايا بتقول لي البسي ابيض، واقف قدام الدولاب مصممه البس ابيض، ما اعرفش ليه. فكان اول جزء لبست ابيض. بعد كده بعد ما خلصت الحلقه وبعد شويه كده والايام مشيت، عرفت ليه كنت مصممه البس ابيض، لاني بعد كده
لبست في كل الأجزاء لحد الجزء دوت أحمر. كنت أول ما جيت للرب بضحك وبسخر وبستغرب، يعني مش بسخر، أنا أسفة في اللفظ، لكن مسلمة يعني مش متعودين ندلع ربنا ولا نكلمه ببساطة. كنت بستغرب قوي من الآية بتاعت حبيبي أبيض وأحمر. كنت بستغرب قوي قوي، وبستغرب لما الاقي مسيحيات يروحوا مصلين بيها ومعيطين. الدرجات دي علاقتكم بربنا لدرجه انت تدلعوا برموز والوان؟ طبعا البياض كان هو القداسه، كل حاجه ليها معنى. اللي بدا بيه اختبار يا اخت نورة وانتهى بالدم. امين. طب اخت دورة، انتهى بالدم اللي بيطهر بصراحه. يعني ايه يعني؟ انا ليا وقت محدد وكلامك رائع. انا شخصيا مش عايزه يعني اوقف معاكي، لكن البرنامج ليه وقت، ففي 30 ثانيه وجهي رساله لطلبتها منك الاخت نهال، شجعي فيها كل شخص في فتره البحث ان هو ياخد القرار وما يحسش باي ذنب او لوم. فاتفضلي. طلب واحد وشيء انا عملته كدعوه على الفيس قبل كده، من فضلك اخويا المسلم اقرأ الكتاب المقدس بعين تانية زي ما أنا عملت. الكتاب المقدس حتى لو محرف، هو حتى لو أنت شايف أنه محرف فده ما يمنعش أنك تقرأ، لأن في كتب أنت بتقرأها هي أصلا لناس ملحدين. صحيح، وموجودة في مكتبتك، لكن الكتاب المقدس مش موجود في مكتبة المسلم. من فضلك أخويا المسلم، أخوي المسلم اللي سمعني، اللي رجلي بره ورجلي جوه واللي لسه ما جاش واللي بيتفرج على البرنامج من نوع الفضول، من فضلك اقرا الكتاب المقدس. امين اخت دورة، اشكرك جدا، ولازم يكون لنا لقاء بنعمه الرب تكملي فيه البحث اللي انت البحث الثاني، تعرفين على البحث الثاني اللي الرب اداهولك. انا بشكرك جدا اخت دورة. البحث الثاني هو ان محمد مش نبي. امين. من القران، من القران. لا ده احنا كده، احنا كده نعمل الحلقه دي بكره على طول. اشكرك. ربنا اشكرك، شكرا اخت دورة، ميرسي عليك، اشكرك، ربنا يباركك. اشكركم جدا على متابعه الحلقه النهارده، وبضم صوتي مع صوت الاخت دورة لكل شخص، من فضلك ابحث بعين الباحث مش بعين المسلم وهتعرف الحق. اشكركم جدا على متابعتكم النهارده، الاسبوع القادم باذن الرب حلقه جديده وصوت جديد من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. في اياتي تمدد كان كل هدف هتسكت على